تستر يا رب. في ايه؟ يا ست يا بنتي نمتي يا ست. طلعتي لي منين بس يا ست يا ست؟ يا خبر اسود يا بنتي. هابلي ده يا ست يا ست يا ست. طلعتي لي منين بس؟ ما ترد انت كمان ستي. ايوه يا بهاء، انا عملت حادثه يا بهاء، عايزك تبعت لي عربيه اسعاف فورا. انا هعمل لك شير لوكيشن بس بسرعه يا بهاء والنبي. بنتي يا ست يا ست يا بنتي. بقالنا نص ساعة مش قادر على الهبد ده. نروح البيت عندي نسمع مزيكا حلوة ونتكلم مع بعض براحتنا. هنتكلم في ايه؟ حاجات كتير، مثلا يعني شكل علاقتنا. مش فاهمة. انا وانتي لما بنبقى في مكان لوحدنا وبنقفل علينا الباب اوكي بنبقى براحتنا خالص. انا كنت هفتكرك بتتكلم بجد. انا فعلا بتكلم بجد. ما تنسيش ان في لوحه انا شغال عليها بتاعتك ولازم تخلص. ايوه بس انا بتكسف. كسف ده ايه؟ انت عارفه انك انت اسفل واحده انا عرفتها في حياتي. لما بقعد قدامك وانا مش لابسه هدوم وانت قاعد بتتفرج عليا وانا ما بعملش حاجه وبترسمني، يعني بتكسف. انا على فكره انا برسم مبقاش شايف قدامي اصلا غير الريشه واللوحه والالوان. بعتبرك كده تكوين جميل، حاجه زي ورده كده جميله. اللوحه دي بقى تخلص امتى؟ على حسب التكوين. اوكي. يلا 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 بسرعة يا ابني يلا يلا. يلا 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 بسرعة. براحة براحة براحة. يلا 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 يلا. أنا هاجي وراكوا. ها ما تردش بليز. ينفعش يا مراد. أيوة مراد. أيوة برقص. رقص إيه وزفت إيه؟ أنا عملت حادثة وخبطت واحدة بالعربية. إيه؟ فين؟ أنا عارف رخي مين يا مختار. مش عارف. طيب طيب متقلقش متقلقش أنا هجيلك. طيب هتعمل إيه لو ماتت الولية دي؟ ماتت إيه بس؟ ما أنا أهو سايق ورا عربية الإسعاف. أوكي أوكي سلام. أنا جاي. طيب في إيه؟ مراد خبط واحدة بالعربية وحالتها خطر أوي، لازم أروح. طب هاجي معاك. لا لا بلاش خليك أحسن. سلام.
انا قلقان من اللي اسمه ايهاب ده. بعدين بقى معاك يا راشد، مساله مش ناقصه قلق، بس هي خطه تستاهل بالعقل كده. خد الفلوس وهبق وما رجعش تاني، هنعمل ايه؟ ولا هنعرف نجيب. وانت مالك انت؟ هي فلوسك، فلوسي وانا اللي احكم فيه. ده والله ده على اساس ان انت اللي صدت كريم والعيال وخدتهم عشان يبيعولك، صح؟ لا انت بس ليك عمولتك. اصل الفلوس دي البضاعه اللي انا سرقتها من انسي. والحق يا حبيب الله يا جوز اختي. جوز اختك؟ والله انا كنت قربت انسى. مجرد كدمات في دراعها اليمين وجرح بسيط في دماغها بسبب انها وقعت عليها. طمنتني يا راجل، انا كنت مخطوط جدا. الحمد لله الحمد لله. عرفتوا توصلوا لاهلها؟ ما كانش معاها حاجه خالص ولا حتى محفظه. على فكره يا مراد، دي ام الطفل بيرضع، صدرها مليان لبن. اوه، انا سجلها باسم ايه دلوقتي يا مراد؟ سجلها باي اسم لحد ما تفوق يا بهاء. سجنها داليا، داليا نور مؤقتا. حاضر. شو الصور دي يا طارق بيه؟ دي صور محروس مع مرتك لبنى من سنتين. دي ما اسمهاش لبنى، اسمها الحقيقة عسلية سعيد ثابت ومن بولاق. دي الوعى اللي احنا وقعناها دي يا رب. دي هي أول لما شافتني اتكهربت، بس أنا برضو غبي، كان لازم أستناها وهي خارجة من العمارة. وما استنيتهاش ليه؟ مش وقته. المهم إنها خدت ابني، ما سابتش غير دول. لبنى عبد الرازق أحمد المنياوي. هي سعادتك كان معاها بطاقة في اسكندرية باسم زينب أحمد محمد على إنها سقط قيمة. زينب في اسكندريه ولبنى في المنيا. اكيد ضحكت على حد في اسكندريه وخلته يعمل لها بطاقه، زي ما ضحكت علينا هنا وخلتنا نعمل لها بطاقه على انها ساقطه. الو؟ ايوه يا ابني، انا فوزي عدنان رئيس مباحث المنيا. خد الاشاره دي مني، في واحده ست معاها طفل صغير عنده سنه، يا ريت تبلغ كل الوحدات المباحث وابعت لك الصور بتاعتها. يعني انا كنت على حق؟ أنا كنت على حق يا طارق، وأنت اللي ما صدقتنيش. في مصيبة تاني. ليه إيه؟ الورق اللي أنتوا عملتوه ده تزوير في أوراق رسمية. ويا ريت يا طارق بيه ما تجيبش سيرته في التحقيق نهائي. يعني إيه؟ يبقى قصدنا خير؟ نلبس جناية؟ هقتلها. هاخد شاهين منها وأقتلها. يعني طارق. تعالى معايا يا مصطفى. صباح الخير. اجازة ايه تاني بس يا مصطفى؟ اسف يا فندم. فانت اليومين اللي سبتني فيهم انا عملت فيهم الحادثه يا ابني. اسف والله يا فندم، ظروف فرح اختي. انا بس سمعت بالحادثه بتاعت حضرتك كده اطمن عليك. بس ده مش حل يا مصطفى، ده مش حل. انت عارف ان انا بكره السواقه جدا وبكره الزحمه وما بحبش اجي شغل وانا متضايق يا مصطفى. هات الشيكات اللي عايزه تتمني وتعالي لي.
شوف لي حل يا مصطفى، لازم تشوف لي حد. حاضر يا فندم، تحت امرك، احاول. استاذن حضرتك. اتفضل. بقول لك ايه؟ نعم. خليك معايا ساعتين النهارده كمان. حاضر، تحت امرك. ماشي. يا بهاء انا كويس. بعد ساعه؟ لا لا، هجي لك بعد ساعه. طب قول لي الاول هي عامله ايه. طيب انا هروح بس البيت اخد شاور واجي لك. ها، يلا باي باي. صباح الخير يا مستر مرار. صباح الخير. ايه الاخبار يا بهاء؟ هتفوق امتى؟ ما تقلقش يا مراد، هتبقى كويسه. طب هي شكلها بتفوق. يا مدروخة شوية بس. الحمد لله على سلامتك. الحمد لله على السلامة. اللي حصل؟ أنا يا ستي آسف، أنا خبطتك بالعربية وبعدين أغمى عليكي فجبناكي المستشفى. بس الحمد لله يعني أنت سليمة، في شوية كدمات في دراعك وخلاص يعني. سلامتك. صداع. دماغي. معلش عشان في كدمة جامدة بس في دماغك. صداع. اسمك ايه؟ دماغي. يا مدام انا بسألك على اسمك، انت سامعاني؟ شكلها لسه ما فاتش. اصبر. هو بيقول لك اسمك ايه؟ معقولة نسيتي اسمك؟ راشد بيه. اهلا يا باشا. طبعا. فتون ايهاب باشا اللي حكيت لك عنه. اهلا يا كابتن. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. انا كنت عارف ان انت قلقان، دي اول مره تعمل معايا، عشان كده جيت لك من المطار على طول. تسلم تعيش يا باشا. اتفضل يا هاني. تشكر يا اخوي، ده كريم وش. افتحيها. خد. افتحيها من تحت. هات هات هات. خد يا راشد. احنا في كومباوند، انت هتفضحنا. لا ايوه صح صح. انا بقى كل سفريه ليا لازم اجيب هديه من دول لحبايبي. في كده يا باشا تعيش وتجيب لنا، ربنا يخليك لينا يا رب. يلا بس عشان السياح. يلا انت بتعرف تركب من هنا ولا ايه؟ اه طبعا يا باشا. طب يلا طبعا. تمام. قلت لك انا 10 ايام اهو بالظبط وجاب الحاجه. تسلم يا باشا. يلا ربنا يخليك. يلا سلام يا كابتن. يلا. يلا يلا الله اكبر يا اخوي. ايوه كابتن شقوي شويه. ايه اقفل يا عم، مش عايزين فضايح. والله وهتلعب معانا يا بت. شوف يا طارق بيه، انا بعد ما روحت امبارح كلمني السيد مساعد وزير الداخليه وقال لي ان انزل اقابلك واشوفك عايز ايه. انا تحت امرك يا طارق بيه. انا بقالي 7 ساعات بلف من مكتب لمكتب، من مديريه لمديريه، ومفيش حاجه بتحصل. طارق بيه انا بقالي 2.5 سنين بنلف على الحكايه دي، من مديريات لاقسام لحواري، وبرضه مفيش حاجة بتحصل. أنا ماليش دعوة بيك. أنا طارق شاهين. بص يا باشا،
انا ممكن اوصل لاي حد في البلد دي تتخيله او ما تتخيلوش، ممكن ادفع اي مبلغ بس البنت دي تتجاب ويتقبض عليها. ايه ده يا طريبي، وركز في الكلام اللي انت بتقوله. انا مقدر ظروفك كويس وانا واقف معاك للاخر. الو، ايوه معالي الباشا. ايوه يا باشا تحت امر. انا مقدر ظروفك. ايوه يا طريبي معايا. ابنك ان شاء الله غيرك. حاضر معالي. حاضر معالي. صلى الله. ماشي تمام. اتفضل معالي. ده مساعد وزير الامن يوصيني عليك يا طريبي. انت اكيد اب ومقدر ظروفي. ارجوك سعيد يا باشا. البنت دي لازم تتمسك، ممكن تقابل حد تاني وتضحك عليه برضه. شوف يا محروس، انا وزعت الصور بتاعتها على كل مديريات الامن، بس الواضح ان انتوا وقعتوا مع نصابه محترفه، حتى جوزها عليه قضيه قتل. يا نهار اسود. عارف ماشي. يا نهار اسود. حسبنا الله ونعم الوكيل. ممكن تقومي معايا بالراحة؟ على مهلك، على مهلك. ها تقدري تقولي لنا انت اسمك ايه دلوقتي؟ دماغي هتفرقع، صداع. معلش الدكتور قال يعني حالة مؤقتة وشوية شوية هتفتكري كل حاجة. الدكتور قال كمان ان انت عندك طفل صغير، حاولي كده تركزي تفتكري اسمه ايه. ايوه اي حاجه هتفتكريها يعني هتسهل الموضوع، يعني مثلا عندك ولد ولا بنت. هو انا ام؟ انتوا عملتوا فيها ايه؟ حرام عليكم. انا عايزه امشي من هنا. لا لا ما ينفعش تتحركي. اوعي. لا 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 اوعي. لا 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 لو سمحتي. اوعى. مشوني من هنا. بليز بليز خليكي خليكي. ما تمشي. الحركة خطر عليكي دلوقتي. صداع. مشوني. دماغي. تعدي السنة دي وشوية الكوكايين دول ايه؟ هيبقوا كيلو واتنين. اهدى على نفسك، انا كل اللي بتقوله ده ما يخصنيش. انا عايز اعزل، وكل ما اقولك تقولي اصبري اصبري، انا زهقت. يا ولية زهقتي من ايه؟ لسه بقولك عايزين نلم ايدينا وبتاع. طب انت عارفة؟ ناقص تكة ونعوم في الملايين. ملايين ايه؟ انا عايزة شقة. شقة وهدوم وروشانة. يا ولية هتفرتكيهم. ده القرش بيجيب قرش. لا يا اخويا، القرش بيجيب الهنا البحباحة. طب انت عايزة ايه دلوقتي؟ عايزة شقة مش زي دي. شقة واسعة وعفش حل، وغير الدهب الصيني ده البس دهب. انا بقى عايز شوية حاجات، انما ايه؟ انت ما تعوزش حاجة خالص. جرايه ولية بتكلميني كده ليه؟ انا شغال عندك. اسمع كلامي يا راجل، احنا مش عايزين نبقى زي الفيران اللي عايشين في جحر. عايزين نقب على وش الدنيا، نعيش مع الناس الكويسين، فاهم؟ ولما تقفش تقفش. ما انت عمال خارج داخل خارج داخل. اتقفشت امتى؟ اللي بتعمله هنا اعمله هناك. ماشي، نبيع الحاجة وناخد فلوسها وبعد كده انا بنتكلم. انا قاعدة لك بقى لحد ما اشوف هتعمل ايه. هات الفلوس دي. خد. لا إله إلا الله. الله يرحمك. الله يرحمك يا ام صباح. كانت ست طيبة وعلى نياتها، بس بقى عملت فينا فصل الله يسامحها. هي اللي عرفتنا عليها وجابتها لنا لحد هنا. الله يرحمها ويحسن إليها. يا رب. بس عارف يا صلاح،
لما شفت طارق بتاع المنيا ده وهو هيتجنن على ابنه اللي ضاع منه افتكرت حالتي لما سرقتني وهربت. بس هو وجع اكتر مني صراحه عشان هي خلفت منه وخدت الواد. الحمد لله يا اخويا انك انت ما جبتش منها عيال. غارت ايوه الحمد لله. بس الناس اللي هي ضحكت عليهم في المنيا دول تقال قوي. طارق ده مليونير واحنا قاعدين معاه في مدير امن اتصل ووصى عليه. عارف ده معناه ايه؟ معناه انها فجره وقدرت تلف الراجل ده هو كمان. لا لا مش ده قصد الكلام. هي هربت منه ليه؟ لما عبد العزيز كشفها في المنيا زي ما هربت من هنا لما كوثر كشفتها. يعني ايه؟ مش عرفني يعني ايه؟ اديني بتكلم معاك وخلاص يا صلاح. بس يعني لو هي غاويه سرقه هتقعد مع الراجل سنتين؟ هو في حد ممكن يعمل كده غصب عنه صلاح؟ ربك هو اللي اعلم بالقلوب. ربنا يسامحنا جميعا. اشرب يا احمد. تسلم. اشرب. لا حول ولا قوه الا بالله. open relationship ده انا يعني يمكن انا بتكلم بجد وانا ما بهزرش. ايوه يعني ايه يعني ساعات الكلام ده بيبقى عليكي وساعات ساعات على غيري. بالظبط. ايه رايك في اللوحه دي؟ حلوه. ده انت شايفني حلوة قوي كده؟ كل الستات اللي تعرفهم بترسمهم؟ اللي بتعجبني. انت تعرف ستات غير يا مختار؟ انزلي. ليه كل واحدة فيكوا تخش عليا دخلة أنا لازم أأممك؟ ليه أأممك دي؟ يعني تحطيني في الحصالة بتاعتك. طب أنا هحطك في الحصالة بتاعتي. طول ما أنت معايا أنت بتاعي. ماشي. ازيك بقى يا جميل النهاردة عامل إيه؟ آه لا الجرح بتاعك بسيط وما فيهوش أي حاجة. إيه الدلع اللي أنت فيه؟ وإيه الخاتم ده بقى؟ حاولت أقلعهولك كتير وأنت كنت رافضة تقلعيه. شكله غريب الخادم صح؟ اه ده يلا عشان ناكل بقى. عشان خاطري. ليه بس كده ما تسمعي الكلام؟ مش طايقة ريحة الأكل. هاكل بعدين. طلعت بقى الخاتم ده. طب هجيب كريم وارجع تاني أقلب. وانتهي لي الدكتور بقى. حاضر. اديني جيت لك اهو يا سيدي بنفسي. ازيك يا بهاء؟ ازيك مش عايزه تاكل؟ لا مش هينفع كده. انت خلاص هتخرجي من عندنا. لازم تاكلي كويس عشان تشدي حيلك. هو انت قررت تخرجي يا بهاء؟ اه هي مش محتاجه تقعد اكتر من كده. الجروح اللي عندها سطحيه وما ينفعش تقعد في المستشفى اكتر من كده. هكتب لها على شويه فيتامينز وخلاص. بس دي لسه مش فاكره اي حاجه خالص. اوكي ده اثر الوقعه على دماغها ولو في اي حاجه هنتابع مع بعض. هو انا لو خرجت من هنا هروح فين؟
ازيك يا عم رضوان؟ ازيك يا مختار؟ اخبار هيثم ايه؟ الحمد لله بسلم عليك. سلم لي عليه. الله يسلمك. الله يسلمك. مش عايز حاجه؟ الله يسلمك. صوم طيب. يا مختار يا حبيبي وحشتني. كمان وحشتيني. عامل ايه؟ وحشتني يا حبيبي. عامل ايه؟ الحمد لله. يلا بقى عشان تاكل. وانا كل ما اكلمك في التليفون اقول لك انا جاي تقعدي تملي السفره كده اكل. والله ببقى حامله همك في غيابك عني واقول يا ترى كل امتى ولا ازاي؟ البلد كلها محلات اكل يا هو اكل الشارع ده برضو اكل. يا سالم تعال اخوك وصل. هو هنا؟ اه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا عم الشيخ؟ الحمد لله. مش عيب ما تسالش على اخوك الكبير. ازاي بقى؟ بسال عنك طبعا وعارف انك كويس بفضل الله، بالاماره انك كنت مشغول مع مراد بيه لان خبط واحده بالعربيه. صحيح هي عامله ايه؟ طب يلا نكمل بقى على السفره. مش عارف دراعها اتكسر بس هي كويسه دلوقتي. طب الحمد لله. مراد اللي كان ميت كده يعني. طبعا ما مسؤوليه. ناويني معاه. طيب الله، انت بتحط سكر في الاكل ولا ايه؟ ما هو انت لو بتقول انك جاي قبلها اعرف اظبطك. تيجي تتغدى بكره؟ مش اكيد. صحيح امسكي دول. فلوس ايه ده يا مختار؟ 5000 جنيه بتوع ايه دول يا ابني؟ فلوسك يا ام. ايوه بس انا قلت لامك ما تاخدش منك فلوس. نعم. تصرف عليها ليه لما انت عايش بربيت لوحدك؟ أنا الحمد لله أقدر أصرف على البيت بنفسي. سالم أوعى تكون فاكر إنك كبرت عليا وهتمنعني إن أنا أدي فلوس لأمي. لا 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 هو ما يقصدش كده خالص، هو بس فرحان عشان مرتبه زاد وإن هو يعني مش مخليني محتاجة حاجة. بس أنا هفضل الكبير وبكسب قده 100 مرة. أيوه بس أنا فلوسي حلال يا مختار. اخلص قطع لسانك. اتجننت يالا؟ وأنا بتاجر في المخدرات ولا بسرح نسوان؟ بتشرب خمرة وبتعرف ستات وبترسم لوحات وكل ده حرام. سالم انت مالكش دعوة بأي حاجة أنا بعملها، أنت فاهم؟ مش أنت اللي هتحاسبني. وأوعى تتدخل ما بيني وما بين أمي، أنت فاهم؟ كفاية إن أنا سايبها عايشة معاك. كمل أكلك يا ابني، كمل أكلك. أنا شبعت. يومين يا مراد، يومين اكلمك ما تردش عليا. انت ناسي ان انا اختك الصغيره؟ يفيد جرالي حاجه ولا محتاجه حاجه ولا عندي ازمه اعمل انا ايه؟ لا بجد زعلانه منك. ازاي حضرتك؟ ازيك يا فردوس؟ اتفضلي العصير. ميرسي. عامله ايه؟ الحمد لله كويس. ماما اخبارها ايه؟ كلهم بيسلموا عليكي. الله يسلمك. مش محتاجين حاجه؟ شكرا. تسلمي. قهوتك يا مراد بيه. خليها انا. اتفضل. كنت بقول ايه؟ انا زعلانه منك. ما خلاص بقى يا ليلى ما تزعليش، ما انا قلت لك حقك عليا. انا بجد كنت مشغول. عذر اقبح من ذنب. مشغول عن اختك بايه يا مراد؟ عملت حادثه، خبطت واحده بالعربيه. او ماي جاد. وماتت؟ ماتت ايه؟ حرام عليكي، يعني مجرد كدمات بسيطه وخلاص. خلاص بسيطه، نو بروبلم. يعني المهم انا عايزه 5000 يورو عشان مسافر لسانت روم، هقعد 3 شهور هناك. اي نيد ماني ارجنتلي. حاضر، بكره هحولهم لك في حسابك. ايه مراد؟ شكلك زعلان عشان طلبت منك فلوس. ليه بتقولي كده يا لالا؟ ما انا قلت لك حاضر. انا بس دماغي مشغول بموضوع الست اللي انا خبطتها دي. عادي يعني. ما تدي لها تعويض، تدي لها قرشين، اي حاجه يعني. ايه المشكله؟ المهم سامح ابنك جاي؟ لا، لغى اجازته. احسن حاجه عملها في الدنيا، حد يسيب كندا ويجي مصر. يجي يا ليلى. يجي عشان يشوف ابوه وانا اشوف حفيدي.
ولا تاني في المانيا بقول له تعالى، بيقول له اصل انا مشغول مشغول تعالى انت. ليه يعني؟ انا مقطوع من شجره مثلا؟ مكتوب عليا اعيش لوحدي كده ماليش اي حد؟ ليه مراد بتقول كده؟ هو انا بسيبك خالص؟ امال انا قاعده معاك بعمل ايه؟ يلا I have to go now. طيب يا حبيبتي. انا مسافره بكره طيارتي، هقعد 3 شهور. سي يو. انت مش عايز اي حاجه؟ لا تيجي بالسلامة إن شاء الله. ما تنساش تحولي الفلوس بليز يا مراد. حاضر. أوكي. حاضر. حاضر. يلا حبيبي. ثانك يو. باي باي. باي باي. مالك؟ أنا تمام. مش تمام؟ أنا تمام. مش باين يعني. زهقت من المكان ده. تعالى نخلص الدرينكس دي ونطلع على عندي في البيت. أوكي؟ ازيك يا مختار؟ وحشتني. ازيك يا فدوى؟ عامل ايه؟ تمام تمام. ايه مفيش مرة تغلط وتكلمني؟ سوري الفترة اللي فاتت يعني ملبوخ شوية. لا مش مصدقك، ما تيجي ترقص معايا. انت ايه الاوفر اللي انت فيه ده؟ المفروض اجي ارقص معاكي ويسيبني يعني ولا ايه؟ فيها ايه يعني؟ لا ده انت رخمة بقى. على فكرة هو اللي يقول لي اذا كان يرقص معايا ولا لا. اختار انت، مش كنا عايزين نروح؟ اه يلا باي باي. زقبوا في قلبي.